ننتقل مباشرة إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث ينضم لنا موفدنا إلى هناك زميل عوض الفياض. عوض، مساء الخير. يعني بعد تمديد فترة الاقتراع وأيضا دعوات خامنئي يعني الإدلاء بالأصوات، كيف تابعت إقبال الإيرانيين على هذه الجولة؟ أهلا بك عبد العزيز، وأهلا بمشاهدي التاسعة. بالفعل يوم طويل، بدأ عند الساعة 8 صباحا، بدأت مكاتب الاقتراع فتحت أذرعها للحصول على بصمة اليد لأكثر من 61 مليون ناخب يحق لهم الانتخاب في هذه الانتخابات الرئاسية 14. في الجولة الأولى كما تعلمون هناك سجلت الأرقام 24 مليون فقط، أي 40%. هنا جاء الجدل المشاركة ونسبة المشاركة. اليوم تحدثنا مع هادي طحان المتحدث بمجلس صيانة الدستور، المشرفة اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات، يتحدث أن هناك توقعا بارتفاع يصل ربما 20% في هذه الجولة عن سابقتها، أي نتحدث ربما عن تصل الأرقام إلى 35 مليون أو أقل من الناخبين. كل دراسات الاستطلاع في الأيام الماضية كانت تتحدث عبد العزيز عن ربما ان يحقق الاصلاحيون اختراقا في هذه الانتخابات، لكن حتى هذه الساعه من ملاحظات العمليه الانتخابيه في الكثير من صناديق من مكاتب ومراكز الاقتراع عبد العزيز، كان هناك الكثير من الزخم للمحافظين. شاهدنا كما في تغطيتنا مساء او صباح هذا اليوم في مركز الاقتراع في حسينيه ازادي هنا في العاصمه، كان هناك الكثير من المواطنين الايرانيين، يعني اكثر ربما في ساعات النهار كانت هناك طوابير طويله من المواطنين، يصل ربما اعدادهم الى المئات في توقيت واحد يقدمون اصواتهم. قبيل ان تاتي ساعات العصر هناك بدات تخف اعداد المقترعين، عادت في الساعة ربما 6:30 و7 مساء. هذه العودة عبد العزيز تحديدا يراها المراقبون للمشهد هنا في إيران، هي عودة مهمة للغاية، يتحدثون عن الجولة الثانية من الاقتراع في ساعات المساء. التمديد عبد العزيز هو ربما يشكل واحدة من اللحظات التي، نعم عبد العزيز، أنا بودي أن أسألك عوض، أنت ذكرت مسألة استطلاعات الرأي وما قالوه يعني بعض المراقبين، لذلك بودي أن أعرف كيف يتابع المراقبون الإيرانيون اليوم هذه الانتخابات بين يعني المحافظين وبين الإصلاحيين، إلى من تميل الكفة حسب التوقعات اليوم؟ استطلاعات الرأي عبد العزيز في الأيام الماضية كانت كلها تقريبا 99% منها تميل إلى كفة بسشكيان، لكن عند مراقبة أو عند اليوم جولتنا في العاصمة طهران الكثير من المراكز لا يمكن الجزم حقيقة بأي نتيجة مسبقة لهذه الانتخابات، لا يمكن الجزم أيضا بحسم الانتخابات في الساعات الأولى من الاقتراع. يتحدث كثير من الإيرانيون بأن كلا الفريقين يعولون على الجماهير التي تدعى بالحركة الرمادية التي لم تصوت في الجولة الأولى بكثافة، لم تحضر، وهي تمثل ربما 60% التي غابت. يعول الفريقان على أن يجتذب هذه الحركة الرمادية في الساعات العشرة أو السبعة الأخيرة، ونحن نتحدث تحديدا عن الساعات التي تم تمديد الاقتراع فيها من الساعة 6 مساء، حيث كان من المفترض أن تقف هذه الانتخابات وأن تغلق مراكز الاقتراع. الآن نتحدث عن 6 ساعات أخرى حتى 12 مساء، وربما تمتد إلى ساعة أخرى، لكن هذا غير وارد. حتى الآن نتحدث عن ساعتين تبقت عبد العزيز، ربما يحدث فيها تطورات كثيرة، نعم، سواء في طهران أو باقي المحافظات.